وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق المبرم بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية بأنه لا قيمة له. وقال أردوغان أن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما لا قيمة له، مؤكدا أن بلاده استأنفت أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط مجددا بعد عدم إيفاء اليونان بوعودها. الاتفاقية بين اليونان ومصر ليس لها أي قيمة، وهي اتفاقية باطلة. لدينا حدود بحرية مشتركة مع ليبيا، لكن اليونان ليست لديها حدود مشتركة مع ليبيا ومصر، وبالتالي كيف لها أن تعقد مثل هذه الاتفاقية؟ لن نقوم بأي رد فعل قاس عليها، وسواء وجدت أم لا سنستمر بالاتفاقية المشروعة والمؤكدة بين تركيا وليبيا. أكدت حكومة الوفاق الليبية أنها لن تسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية، ردا على إبرام مصر واليونان اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية بينهما. وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك، ذكرت أنها تابعت باهتمام شديد توقيع الاتفاقية الخاصة بتحديد مناطق اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط بين مصر واليونان. وتؤكد وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني بأن ليبيا دعت ولا زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينهما على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة. فإن الوزارة تؤكد عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية. وجددت الوزارة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص. يذكر أنه في ديسمبر الماضي كانت قناة الجزيرة مباشر قد نشرت وثائق حصرية تكشف كواليس التفاوض بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وتكشف الوثائق عن خلافات عديدة بين الجانبين المصري واليوناني، وتوصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية. وتضمنت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية المصري سامح شكري للعرض على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وأن تمسك اليوناني برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7000 كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية، موصية الرئاسة برفض المقترح اليوناني. كما تؤكد الوثيقة أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3000 كيلومتر مربع. كما ونشرت الجزيرة مباشر أيضا وثيقة ثانية قدمها المستشار القانوني في وزارة الخارجية عمرو الحمامي إلى وزير الخارجية سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية في المفاوضات على حد وصفه. واتهمت الوثيقة الجانب اليوناني بتعمد استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري رغم استناده إلى حجج قانونية قوية. أما الوثيقة الثالثة وهي موقعة باسم اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس، فتكشف تجاهل مكتب رئيس الجمهورية توصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان. وطلب مكتب رئيس الجمهورية الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا خريطة لاتفاق مصر واليونان وأخرى لاتفاق تركيا وليبيا، كشفت حجم خسارة مصر من المياه الإقليمية باتفاق الأمس.
ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة بلال سليمة، الباحث بقسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة. كما وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من أثينا عارف العبيد، أستاذ العلوم السياسية والتاريخية بجامعة بانتيوس اليونانية. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد بلال. سيد بلال، تركيا ترفض هذا الاتفاق وتتحدث عن أنه لا قيمة له، إلى أين هذا يؤدي ذلك؟ إلى مزيد من التوتر في شرق المتوسط، وما هي مآلات هذا التوتر؟ نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها القاهرة وأثينا سوف تؤدي إلى مزيد من التوتر في شرق المتوسط، لأنها استهدفت بشكل مباشر وتجاوزت الاتفاقية التي تم توقيعها بين كل من ليبيا وتركيا في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والتي تم تسجيلها في الأمم المتحدة. وهذه الاتفاقية أيضا تتجاوز حدود الجرف القاري التركي الذي تم تسجيله أيضا في الأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية. وبالتالي من المؤكد أن هذه الاتفاقية تزيد التوتر، لكن للتذكير أن التوتر الحاصل في شرق المتوسط لم يبدأ عبر توقيع الاتفاقيات الأخيرة، وإنما بدأ عندما تم استثناء تركيا من المفاوضات، والتي انتهت بعد ذلك بتشكيل منتدى غاز شرق المتوسط منذ تقريبا عامين من الآن. وبالتالي التوتر بدأ عندما تم تجاوز تركيا وإخراجها من المعادلة الإقليمية ومن الاتفاقية بين الدول المتشاطئة في شرق المتوسط. بالتأكيد أن الاتفاقية الأخيرة الآن سوف تصب الزيت على النار، خاصة أنها سوف تأتي لتفاقم العلاقات المتوترة بين تركيا واليونان في بحر إيجا والخلافات المستمرة حول جزيرة قبرص وتقسيم الجزيرة. وبالتالي التوتر سوف يكون والتصعيد سوف يكون مشهد أو سوف يكون هو المشهد في الفترة القادمة، وهو أيضا ما أدلى به وزير الخارجية التركي وبيان وزارة الخارجية التركية وحتى تصريحات الرئيس التركي أردوغان عندما تحدث بشكل واضح أن تركيا لن تقبل الاتفاقية الأخيرة ولن تقبل بفرض الأمر الواقع وسوف تستمر بعمليات التنقيب في شرق المتوسط. نعم، أذهب إليك سيد أو أستاذ عارف العبيد. أستاذ عارف، يعني في ظل أو بنظري إلى عدم وجود خريطة معلنة أو بنود معلنة رسميا من جانب أي من الدول، لا مصر ولا اليونان، كيف يمكن قراءة هذا الاتفاق الذي يعني يبدو أنه سيزيد من التوتر في منطقة شرق المتوسط ورفض بشكل أساسي من تركيا ومن ليبيا أيضا؟ مساء الخير لكم من أثينا. أولا، هذا الاتفاق هو عبارة عن حلقة من مسلسل الصراع والتوتر بين تركيا واليونان. باعتقادي رغم توقيع هذا الاتفاق الأمور لن تندفع إلى مستوى الحرب كما تكتب بعض وسائل الإعلام، ولكن سيكون هناك نوع من التوتر، وهذا النوع من التوتر سيكون مضبوط الإيقاع، لأن ستكون هناك تدخلات وضغوطات خارجية على اليونان وعلى تركيا. ويجب أن نتذكر بأن كلا الدولتين هم من أعضاء في حلف الناتو، وسياسيا تركيا تتبع لأوروبا، يجب أن لا ننسى هذه النقطة المهمة رغم وجود اليمن في ضمن الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد هذا الاتفاق بالنسبة لليونان يعتبر، لليونان كما تدعي الحكومة اليونانية، يعتبر نصر دبلوماسي ومعنوي رغم غياب مضمون هذا الاتفاق. يعني هنا لم أجد يعني تفاصيل هذا الاتفاق، ما هي نواحيه القانونية، وهناك يعني أمور كثيرة يجب تثير يعني الانتباه عندما سيتم على سبيل المثال تصديق هذه الاتفاقية في البرلمان المصري والبرلمان اليوناني، وتقوم كلا الدولتين بتقديم إحداثيات هذا الاتفاق إلى هيئة الأمم المتحدة، وهناك اتفاق مسبق تم تقديم إحداثياته بين تركيا وليبيا، الحكومة الشرعية في ليبيا. ماذا سيحدث؟ ما هو موقف هيئة الأمم المتحدة؟ تساؤلات كبيرة يعني موجودة حول هذا الاتفاق. بالتأكيد ردة الفعل التركية هي طبيعية، لأن تركيا يجب أن لا ننسى دولة إقليمية لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال كما تحاول بعض الدول. يعني ثانيا، اليونان كما تقول وجهة نظرها تعتمد على القانون الدولي، يجب أن لا ننسى بأن الحكومة اليونانية
وقعت على اتفاقية قانون البحار وقامت بالتصديق على هذا القانون إذا اليونان تقول بأن حسب المادة 121 يحق لها أن تمد مياهها الإقليمية فيما يخص الجزر وليس فقط في المساحة القارية. إذا كل جزيرة لها مساحة منطقة اقتصادية خالصة تصل إلى حوالي 200 ميل بحري. هذا الاتفاق الموجود الآن بين مصر واليونان بالتأكيد هناك نقطتين سلبيتين بالنسبة لليونان. لأول مرة نجد بأن ضمن هذا الاتفاق تفصل قبرص عن اليونان من ناحية البحر، نقطة مهمة يعني تم التعليق عليها هنا في اليونان. نقطة أخرى بأن هذا الاتفاق لا يتضمن جزيرة كاستلوريز، ربما زميلي بلال من تركيا يعرف هذا الموضوع. هذه الجزيرة هي سر يعني أو قلب الصراع بين تركيا واليونان، لأن اليونان تحاول من خلال هذه الجزيرة وصل مياهها الإقليمية بقبرص وقبرص بإسرائيل. والسؤال الذي يطرح يعني بكل بساطة يعني هل من مصلحة الأمن القومي العربي وصل المياه الإقليمية الإسرائيلية باليونانية عن طريق قبرص؟ طبعا أساس العرب هم الذين يستطيعون الإجابة على هذا الموضوع. إذن كما قلت لكم هذا الاتفاق سيزيد من حدة التوتر بين البلدين، ولابد من الرجوع إلى يعني المفاوضات من جديد للوصول إلى حل وقلب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة سلام، كي تستطيع تركيا واليونان ومصر استغلال ثرواتهم الطبيعية. طيب أذهب إليك مرة أخرى سيد بلال سليمة. سيد بلال، الحديث من جانب تركيا عن أن مصر فقدت بهذه الاتفاقية 11500 كيلو متر من منطقتها الاقتصادية. نحن لا نملك بنود الاتفاقية ولا نملك الخرائط، ولكن على أي أساس تقول تركيا ذلك؟ وعلى أي أساس يمكن لبلد أن تتخلى عن هذا القدر من منطقتها الاقتصادية في مقابل اتفاق يتحدث وزير الخارجية عن أنه انتصار؟ نعم، أعتقد أن بيان وزارة الخارجية التركية تحدث عن أن الحكومة المصرية خسرت ما يقارب 11500 كيلومتر مربع من الاتفاقية السابقة التي كانت قد وقعتها وتم ترسيمها مع جمهورية قبرص اليونانية، والتي تم ترسيم الحدود المصرية أو الحدود البحرية بين كل من مصر وجمهورية قبرص اليونانية آنذاك وقتها. وبالتالي بيان وزارة الخارجية كان عطفا على الاتفاقية القديمة مع قبرص فيما يتعلق بهذه النقطة، وأيضا ما تم تداوله بالأمس من بعض الحسابات فيما يتعلق بالخريطة الجديدة، واضح أيضا أن هناك تنازل من قبل الطرف المصري عن بعض المساحة التي كان يمكن أن تكون هي في جزء أو هي في حدود المياه الإقليمية البحرية والجرف القاري البحري لمصر، لو أن مصر وافقت كما كانت التقارير الأولى تتحدث لوزارة الخارجية على الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، لأن الاتفاقية التي وقعت آنذاك تعطي مساحة أكبر لمصر في شرق المتوسط. لكن للأسف واضح أن النظام المصري لا يتحرك بدوافع تتعلق بدوافع اقتصادية أو حتى مصالح الأمن القومي المصري بشكل مباشر أو المصالح المصرية بعيدة المدى، إنما يتحرك بدوافع سياسية إقليمية مدفوع بها أو أيديولوجية في محاولة مواجهة النظام التركي وفي محاولة للنكاية والمناكفة السياسية لا أكثر من ذلك. وأنا أريد أن أشير إلى نقطة هنا، أن هذه الاتفاقية سوف يكون لها أثر سلبي كبير على العلاقات المصرية التركية، لأنها دقت إسفين في العلاقات بين الطرفين وبددت كل الإشاعات والتكهنات التي كانت تتحدث في بعض الأوساط التي كانت تدور في بعض الأوساط والدوائر في الأسابيع والأشهر الماضية عن إمكانية إعادة لترسيم وتطبيع العلاقات بين النظام المصري وتركيا من جديد. ولكن هذه الاتفاقية أدت إلى ضرب إسفين في العلاقات بين الطرفين وسوف يكون لها أثر سلبي طويل المدى. للتذكير فقط، العلاقات بين تركيا واليونان هي متوترة منذ تأسيس الجمهورية بسبب الخصومة التاريخية والخلافات حول الجزر في بحر إيجا وتحليق الطائرات ومسألة قبرص. لكن العلاقات مع مصر هي توترت في الفترة الأخيرة، وهي هذا التوتر كان توتر ظرفي ممكن
أن يتم تجاوزه في الفترة القادمة، لكن للأسف هذه الاتفاقية التي وقعها النظام المصري والتي هي لا تعبر عن مصالح مصر الحالية ولا حتى عن مصالح مصر بعيدة المدى سوف تؤثر سلبا على العلاقات بين الطرفين. نعم، أذهب إليك سيد عارف العبيد. سيد عارف، ما هي مآلات هذه الاتفاقية في ظل استمرار التوتر؟ لا يبدو أن تركيا ستقف عندها، ليبيا ترفض هذه الاتفاقية، ما هي مآلاتها أمام المجتمع الدولي وعلى واقع الأرض؟ أولا هناك نقطة مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، هي أن الجمهورية التركية دولة ضامنة للقبارصة الأتراك. هذا الموضوع للأسف الكثير في العالم العربي ينسوه. دولة ضامنة بتوقيع الحكومة اليونانية وتوقيع الحكومة القبرصية عام 1960. إذا من حق الحكومة التركية الحفاظ على مصالح القبارصة الأتراك وضمان حصتهم من هذه الثروات الوطنية الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط. إذا لا يمكن وصف تدخل تركيا في هذا الشأن تجاوز للحدود. ثانيا، بالنسبة لهذا الاتفاق باعتقادي ستحاول اليونان حشد تحالفات أخرى ضد تركيا، وللأسف هناك يعني دول عربية منها حكومة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والبحرين. أذكر قبل 3 أسابيع قامت اليونان بتقديم مذكرة من أجل إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية. فقط 5 دول قامت بالتوقيع على هذه المذكرة اليونانية في هيئة الأمم المتحدة لإلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية، و من هذه ال5 دول هي 4 دول عربية ذكرتها قبل قليل، منها زيادة على ذلك البحرين. إذا هناك تطور مفهوم جديد وهو سياسة التحالفات، يعني تحالف بعض الدول العربية مع اليونان ضد تركيا. بالمقابل تركيا تحاول كسب تحالفات أخرى في المنطقة، يعني كانت مثلا في الحالة الليبية تركيا أصبح لها دور رئيسي وفعال لا يمكن إنكاره، والحالة الصومالية وحالة عمان الجديدة في العالم العربي هناك، يعني وحالة قطر بالتأكيد. نعم، أستاذ العلوم السياسية والتاريخية بجامعة بندايوس اليونانية عارف العبيد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من أثينا. الشكر أيضا موصول لضيفي الباحث بقسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة بلال سليمة، كنت معنا عبر سكايب من أنقرة، لكما كلاكما جزيل الشكر. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية. سيد عبد القادر مرحبا بك. سيد عبد القادر، ليبيا رفضت هذه الاتفاقية الموقعة ما بين مصر واليونان، ما هي أسباب الرفض؟ نعلم أن لديكم اتفاقية أخرى، ولكن ما الذي يمكنكم أن تفعلوه في مواجهة هذا الاتفاق؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، الرحب بكم مشاهديك الكرام وضيوف الكرام. طبعا الأسباب واضحة وجلية، أي طالب في الجغرافيا يستطيع أن يرى من خارطة البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الشرقية في البحر الأبيض المتوسط أن لا هناك حدود مشتركة بين اليونان ومصر. كان على الـ على الـ على الدولة المصرية، للأسف مش ليس الدولة المصرية، على النظام المصري. حقيقة الدولة المصرية معروفة ولديها جزر في اليونان، جزيرة تشوس التي تنازل عليها الرئيس المصري في 2015، هذه الجزيرة المصرية من أيام محمد علي. يعني للأسف هذا النظام يريد أن يفرط في مصالح الشعب المصري. يعني لقاءه وكانت الاتفاقية كانت من الأفضل أن توقع بين تركيا ومصر وليس تركيا واليونان. معروفة المصالح المشتركة بين تركيا ومصر، الحدود البحرية المتقابلة بين تركيا ومصر. هذه الأسباب، الأسباب التي سنبني عليها أنه لا توجد أي حدود تشاطئ مشترك بين مصر واليونان. ما هو حاليا هو يعني حذر للمصالح المصرية من هذا النظام الفاسد الفاشل الذي أجر دولة مصر إلى الإفلاس، بدلا من أن يتحالف مع دولة قوية اقتصاد من 20 الدول الاقتصاد القوي في الإفلاس، يتحالف مع دولة فقيرة أفقرت الاتحاد الأوروبي. هذا هو يؤدي، التحالف مع الفقير يؤدي بك إلى الفقر. يجب أن تتحالف مع الأقوياء، مع الأغنياء. هذا
هذا هو الموقف الصحيح بالنسبة لي نحن. النصيحة للنظام المصري أنه يعرف، يجب أن يعرف مصلحة مصر وين، ولكن رفضنا لها أنه لا توجد مناطق متشاطئة بين اليونان وتركيا، ورأينا أن بين ليبيا وتركيا هناك منطقة متشاطئة وواضحة الجغرافيا، أي طالب ابتدائي يستطيع أن يبينها. سيد عبد القادر، ما الذي لديكم لتقوموا به للحيلولة دون تطبيق هذه الاتفاقية والتي تؤثر كما تقول على منطقتكم الاقتصادية وعلى اتفاقيتكم مع تركيا؟ نعم، هذا هو الشيء المطروح، أنها تؤثر على المنطقة الاقتصادية، تؤثر على مصالحنا في ليبيا أيضا عندما تقدمها اليونان، وإلى عندما تعرض وتبعث إلى الأمم المتحدة وتنشر في الأمم المتحدة سيكون لنا رفض لها، كما هو رأينا أن هناك بعض الدول كما جاء في تقريركم وضيوفكم الكرام السابقين ذكروا أنه لم يعترض على الاتفاقية الليبية البحرية بين تركيا ومصر إلا 5 دول، 4 دول اللي هي عربية ودولة واحدة وهي اليونان. حتى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في فرنسا، في بريطانيا، لم تعترض على الاتفاقية الليبية التركية. ولكن أعتقد أن هذه الاتفاقية بين اليونان وتركيا وبين اليونان ومصر ستجد هناك دول كثيرة ترفضها لعدم وجود منطقة متشاطئة بين مصر واليونان. نعم، وضحت الفكرة. سيد عبد القادر حويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، لك جزيل الشكر. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول خالد فؤاد، الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الطاقة وقضايا الشرق الأوسط. سيد خالد، مرحبا بك. سيد خالد، هذه الاتفاقية لا نعلم بنودها حتى الآن، ولا توجد خرائط أعلنت عنها لا مصر ولا اليونان، ولكن الانتقادات الموجهة لهذه الاتفاقية منها ما قالته تركيا فقدان مصر لأحد عشر وخمسمائة كيلومتر من منطقتها الاقتصادية الخالصة، كيف يمكن فهم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه ان يعني بعد اعلان الاتفاقيه ما بين مصر واليونان بالامس لم يصدر اي من جهه رسميه، سواء كما هو معتاد، سواء من اليونان او من مصر، عن الاحداثيات الخاصه بترسيم الحدود البحريه بين الجانبين. وبالتالي ما تم الإشارة إليه فقط هو أن الاتفاقية استندت فقط إلى قانون البحار أو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. في الحالة ديت ليس أمامنا غير الاعتماد على أن ما تم تداوله في الإعلام، اللي هو بنقول أن ترسيم الحدود بهذا الشكل هو ترسيم يتوافق مع الرؤية اليونانية التي كانت تطالب بها مصر منذ سنوات طويلة، يمكن من أيام مبارك، وفي محاولات حثيثة من الجانب اليوناني لترسيم الحدود البحرية مع مصر، وكلها قوبلت بالرفض حتى وقت قريب، يمكن ربما حتى من شهور قليلة كان الرفض أو الموقف المعلن دائما من النظام المصري حتى هذه اللحظة هو رفض ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وفق الرؤية اليونانية أو استنادا لقانون البحار. وده طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، لأن ده بيفقد مصر بعض من الجوانب أو الفوائد الاقتصادية أو السياسية، منها المساحات هائلة من المناطق الاقتصادية الخالصة، ومنها أيضا ما يتعلق بإعطاء الفرصة لإسرائيل لإنشاء خط الاستيميد وتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وقطع الطريق على الغاز المصري المصدر إلى أوروبا. طيب سيد خالد، النتائج المترتبة على هذه الاتفاقية، يعني كيف يمكن أن تكون هذه النتائج مضرة بمصر بينما مصر هي التي وقعت هذه الاتفاقية؟ بص حضرتك، خلينا نقول ان الاتفاقيه، طبعا هناك اعتبارات اخرى متعلقه بالاتفاقيه. النظام المصري منذ سنوات كان بيرفض ترسيم الحدود مع اليونان، يمكن مصر رسمت حدودها البحريه فقط مع قبرص في عام 2003 في عهد مبارك، وكانت بترفض زي ما قلنا لان في اعتبارين مهمين جدا، في خسائر واضحه جدا ممكن نقولها دلوقتي. زي ما قلنا ان احد الاستراتيجيات الرئيسيه للطاقه المصريه هي التحول إلى منصة إقليمية في المستقبل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ومصر تمتلك بنية تحتية تعطي لها وتمنح لها السبق في منافسة كل دول الشرق المتوسط في مسألة أن هي تصبح المنصة الإقليمية رقم واحد. عندنا في مصر محطات تسهيل الغاز إدكا دمياط، وهي محطات بتعطي فرصة لمصر لتسهيل الغاز ثم تصديره إلى أوروبا، بالرغم أن في بعض محطة دمياط عليها بعض المشاكل القانونية، لكن في النهاية هذه بنية تحتية موجودة بالفعل.
طيب الامر الان اسرائيل لديها خطوات جديه ولديها يعني نيه جاده في انشاء خط الايست ميد، وخط الايست ميد هو خط غاز مفروض بيصل ما بين اسرائيل الى قبرص الى اليونان ثم الى ايطاليا ومنه الى اوروبا. ومعنى ذلك ان في حال انشاء هذا الخط فانه يهدد الاستراتيجيه المصريه في التحول الى منصه اقليميه، لان طبعا خط الغاز الايست ميد هيكون اسرع واسهل واقل تكلفه كغاز مصدر الى اوروبا، وبالتالي في اللحظه ديت مصر بتخسر موقعها كمنصه اقليميه لتصدير الغاز الطبيعي، مصر بتخسر مكاسب اقتصاديه مش قليله نتيجه خسرانها لان هي تكون منصه اقليميه، مصر بتخسر دور جيوسياسي مهم كانت ممكن تلعبه كمنصه اقليميه وفي نفس الوقت بتخسر نفوذ حقيقي في منطقه حساسه جدا الجميع يسعى الى الحصول او الى تنفيذ الحصول على النفوذ فيها. طيب سيد خالد، في ظل الرفض التركي الليبي، ما هو مصير هذه الاتفاقيه وكيف يمكن قراءه مستقبل التوتر في المتوسط او في شرق المتوسط تحديدا؟ تمام، خليني اقول لحضرتك ان بطبيعه الحال منطقه الشرق المتوسط هي منطقه متوتره فيها احداث كتير جدا، الوضع في ليبيا، الوضع في سوريا، في ازمات تاريخيه متواجده في المنطقه، وفي نفس الوقت بعد اكتشافات الغاز اصبحت مساله ترسيم الحدود البحريه مساله معقده جدا. بالإضافة لنقطة تانية مهمة، أن أصلا شرق المتوسط هو منطقة جغرافية عبارة عن حوض مائي ضيق جدا، وبالتالي الحسابات الفنية نفسها بتاعة المناطق الاقتصادية الخالصة حسابات غاية في التعقيد والصعوبة، وبالتالي حتى في الأوضاع الطبيعية البعيدة عن أي توتر أو أي مشاحنات بين الدول ترسيم الحدود البحرية أمر معقد جدا جدا. لا يمكن بقى في ظل هذا الوضع المعقد في شرق المتوسط الاستناد فقط على قانون البحار، لابد في هذه الحاله الاستناد الى التفاهمات، نوع من التفاهمات او الاتفاقيات بين الدول المعنيه بترسيم الحدود البحريه. في الواقع ان منطقه الشرق المتوسط حاليا في خلافات كبيره طبعا ما بين تركيا وليبيا في مساله ترسيم الحدود البحريه، وبين ايضا تركيا وقبرص، وطبعا هذا بينعكس على مساله ترسيم الحدود البحريه بين مصر واليونان. وبالتالي انا بقول ان من يفرض نفسه في منطقه الشرق المتوسط هي موازين القوى في الواقع، مش ابدا. نعم. الاتفاقيات ترسيم وضحت الذي يفرض نفسه. نعم، وضحت الفكره. الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الطاقه وقضايا الشرق الاوسط خالد فؤاد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد الفصل باقي فقرتنا وفيها: موقع مدى مصر يقول إن مصادر من ثلاثة أحزاب مشاركة في الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ المصري تكشف أن الأمن الوطني هو الذي يدير العملية الانتخابية.